النهارده كان في جلسه بين النادي الاهلي والاتحاد الافريقي او مسير الاتحاد الافريقي بخصوص الدوري الافريقي الممتاز واللائحه الخاصه بالبطوله وكل هذه الامور، واعتقد الرؤيه اتضحت كده. هو مسير الشركه المنظمه مسير الشركه متاسف، وفي طبعا عناصر من الاتحاد الافريقي اكيد موجوده. بالظبط. وهنا عاوز اعلق على حاجه مهمه جدا يا استاذ امير. اي حد يتكلم على فكره ان انا كنادي اهلي هخاطب الشركه او اي نادي في افريقيا هيخاطب الشركه الايطاليه اللي بتنظم دوري السوبر الافريقي، ده امر اعتقد ان هو جنبه الصواب، لان الانديه في الاساس بتخاطب الاتحادات الاهليه. طبعا الاتحادات الاهليه بتخاطب الاتحادات القاريه. فانا بالنسبه لي ككوره انا علاقتي مع الاتحاد الافريقي دي رقم واحد. لا، هو حد قال ان هو الاهلي تواصل مع الشركه؟ لا لا لا، اي مشكله بتبقى مع الشركه. أوكي. الشركه دي في النهايه تعاملها مع الاتحاد الافريقي. مظبوط. انا ككوره اتعامل مع الكاف. أوكي. ما اتعاملش مع حد تاني. ده رقم واحد. رقم اثنين، ودي نقطة مهمة، كويس ان هم ردوا اخيرا على خطابات الاهلي. بس بعد محايلة. عارف انت لما تقعد تبع الجواب لحد ما يعبركش. مرة اثنين ثلاثة فتتصل بيه في التليفون. بالظبط. ده اللي حصل النهاردة. الاهلي بيبعت خطابات بقاله فترة، الكاف ما بيردش لا على الاهلي ولا على غيره من الاندية الافريقية الثمانية الكبار. ولا على اتحاد الكورة. يعني ست سبع جوابات عشان الدوري ما ردوش. فالحمد لله ان حصل اتصال فيديو كونفرنس فحصل التواصل ده، ووضحوا اخيرا المكافآت 4 مليون دولار للبطل. لكن في نقطه هنا تفصيله ممكن تكون لسه ما حدش اتكلم عنها. النهارده حصل في الاجتماع خلاف على التنقلات. ايوه، كان الاتحاد الافريقي لمين يتحمل تكلفه والشركه الايطاليه دي. كانوا تعهدوا ان ثمانيه الفرق الافريقيه الكبار اللي لعبوا في دوري السوبر الافريقي مش هيتكفلوا باي مليم او اي دولار في البطوله. اوكي. وقالوا لهم في بدايه المشوار خالص البطل هياخد 6 مليون دولار على فكره. والسفر علينا. والاقامه علينا وكل حاجه علينا. النهارده الشركه قالت لهم ومسؤول الاتحاد الافريقي قالوا لهم سيتم التكفل ب 40,000 دولار. لطياره خاصه. ب 40,000 دولار. فالاهلي رد عليهم في الاجتماع الطياره الخاصه من 80 ل 120,000 دولار، ده اقل حاجه. ده اقل حاجه. فانت ازاي بتقول لي ان انا هشيل التكلفه وانت بتقول لي هديك 40,000 دولار بس؟ ده حصل عليه خلاف النهارده. الاهلي طلب مراجعه الامر. تمام. واعاده النظر في ملف التنقلات ده. لا، او العوده للتعهد القديم ان الاتحاد الافريقي والشركه المنظمه هتشيل كل حاجه من الالف للياء. دي نقطة مهمة جدا. طب ما وصلوا نقطة اتفاق ولا لا؟ طبعا لسه هيردوا. هيردوا بعد البطولة. هيردوا بعد البطولة. دي نقطة مهمة جدا على فكرة. جدا. حاجة برضو هل في أي خلافات أخرى حصلت؟ لا، دي كان أهم خلاف. ده أهم شيء. على فكرة الأهلي هو اللي بادر بالسؤال عن مكافأة البطل. هم ما قالوش. الفيديو كونفرنس بالمناسبة كان مع أندية أخرى برضو. أوكي. الأهلي هو اللي بادر برضو انه يسال على مكافئات البطوله. خدت بالك؟ فيبدو ان هم كانوا مترددين شويه، يقولوا ما يقولوش، ما اعرفش الموضوع سر حرب ولا ايه، ولا هم لسه اصلا ما حددوش. لو هم حاجه صعبه خالص الحقيقه البطوله ولا لا. اتمنى البطوله تنجح. لانه يبدو ان هي كده بدايتها مش مبشره. لكن طالما النهارده هنبدا من النهارده اعلنوا المكافئات 4 مليون للبطل. وتقل بعد كده. فانا اقول يا رب البطوله تنجح، بطوله كبيره، بطوله سوبر لاهم 8 فرق في القاره. فانا اتمنى لها النجاح ان شاء الله باذن الله. على سبيل بس المعلومات عشان ما انساش. اتفضل. كابتن عادل القيعي، مهندس عادل القيعي، رئيس شركه الكوره في الاهلي. كان قال النهارده من شويه لمح على فكره انه الراعي الجديد للاهلي ممكن يظهر بكره خلال الماتش المصري. اوكي. في محاولات فعلا بتتم في الساعات الاخيره، يتم طباعه الاعلان الجديد الراعي الاخير على تيشيرت الاهلي. ماشي. المليء بالرعاه. تمام. وهيكون شركه شاي. نقول اسمها. مش هنقول الاسم. بس هتكون شركه شاي. هي موجوده كراعي. هاي ميه.